هو اليوم العالمي للمرأة، واليوم جمعية خلود كتحاول تحتفي بعد أعضاء اللي اليوم كنحاولوا نقدموا لهم واحد التفاتة رمزية اللي هي 8 مارس اللي كيحتفي به جميع الأمهات في العالم ككل. واليوم كنحاولوا نعمل واحد تكريم لواحد الأخت اللي ضيفة شرف معنا اللي هي جميلة جلال، وكنتمنى الأمهات العالم كل عام هم بألف خير في أمن وسلام. معكم العلوي حسن، عضو من ديال جمعية خلود للتنمية والتضامن، وانا اليوم فرحان بزاف لحضور معايا الاعضاء ديال الجمعيه، وعندي الاخوات بزاف، وفرحان ب 8 مارس 2021، وانا تنحتز بهذا التضامن ديال الاخوان ديال النسائي، وتتمنى لهم كل عام يكون بخير ودخل عليهم بالصحة والعافية، ويكون نهاء لهذا الوباء ديال الكوفيد، ويكون مع الاكتيفيتي اللي غنكونوا دايرينها ديال الجمعية ديال خلود، ان شاء الله نكونوا بواحد التفاتة ديال العطاء ديال الاعمال الاجتماعيه. وشكرا الاخوان ديال ندوز لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر لغاش انفو على هذه التغطيه هنا من اليوم العالمي للمرأة. كما تعلمون هو يوم مميز، بحيث كما تعلمون أن المرأة هي نصف المجتمع، فهي التي تكمل النصف الآخر للرجل، وكما أن الإسلام كرمها أحسن تكريم مما جعلها أم المؤمنين. فمن هنا أقول سلام إلى كل امرأة من الشرق إلى الغرب، سلام إلى كل امرأة صبرت وكافحت من أجل لعقول قصر الرجال. فكل الحب والتقدير وكل التحية لكنا ولمجهوداتكن ولاستمرارية نبض الحياة. فمن هنا ومن هذا المنبر جمعية خلود للتضامن خلود للتنمية والتضامن تكرم السيدة والفاعلة الجمعوية السيدة جميلة جلال. عليكم. أولا وكنشكر الأستاذ يوسف والأستاذ حسن اللي عملوا لنا هذا الاحتفاء بمناسبة عيد المرأة. وبصراحة المرأة ما كتحتاجش التكريم، هي مكرمة من عند الله سبحانه وتعالى، والأيام ديالها كاملة أعياد. وشكرا. في البداية أقدم شكري الجزيل لجمعية خلود للتنمية والتضامن بالعرائش على هذه الالتفاتة، و 8 مارس عيد المرأة، بل تخليدا الذكرى العالمية الأممية للمطالبة بحقوق النساء. أتمنى أن تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، وبهذه المناسبة أحيي جميع نساء العالم ونساء المغربيات المكافحات، وتحية خاصة إلى نساء الظل ونساء المغرب العامق. وبالتالي أجدد شكري لهذه الجمعية على هذه الالتفاتة، كما أتمنى أن تقوم باقي فعاليات المجتمع المدني بتكريم نساء أسميهن بنساء الظل، فهن غير معروفات على المستوى الجمعوي، ولكن يعملن في خفاء وهم مكافحات مناضلات في حياتهن الاجتماعية
ومليئات بكل طاقة إيجابية. وشكرا جزيلا. شكرا. أنا كنشكر جميع حلول التنمية والتضامن على هذه التفاتة، وكنقول النساء العالم كامل مبروك المغرب. السلام عليكم، أنا إسبلا فاطمة، عضوة في جمعية خلود، وكنشكر الأخ يوسف البركاني والأخ حسن، وكنهني جميع الأخوات بهذا العيد بهذه المناسبة، ونتمنى كل عام كل المرأة بخير وعلى خير. السلام عليكم. جميلة نوبي. كلمة كثير 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 كث